بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب اللي بين أيدينا دارفور خلق جديد. الحقيقة ليس فقط هو كتاب، هو تغير كامل في مقاربة حل النزاعات. أنا أزعم أن إحنا عندنا كثير من التجارب اللي جبنا فيها خبراء من الغرب على أساس يدرسون المناطق العربية والإسلامية اللي فيها نزاعات، لكن لم يذهب إليها أحد بذائقة عربية إسلامية ولا بمعرفة كافية في إدارة النزاعات، فبقيت الخبرات غربية والتجارب توصيفها غربي والحلول غربية. وأزعم أن في أكثر المناطق في العالم لم تنجح هذه المقاربات التي قام بها أناس من الخارج. دارفور خلق جديد هو كتاب كتب بنفس أدب الرحلات من قبل أخونا ياسر الغرباوي. وياسر تخصص جغرافيا واهتم بالجيوبوليتكس، ثم انتقل منها لتأسيس مركز لحل النزاعات اسمه تنوع، ومنها دخل إلى مناطق النزاعات في مناطق كثيرة من العالم. حين زار دارفور كتب بعيون عربية وإسلامية بطريقة أدب الرحلات، الطريقة التي حلت بها الخارجية القطرية والمؤسسات الخيرية مشكلة النزاع في دارفور على أسس علمية محلية. لكن داخل هذا الكتاب سنجد عندنا جزء من الأنثروبولوجيا اللي متعلقة بالمجتمع الدارفوري، سنجد في الكتاب توصيف حقيقي للحظة التاريخية والقوة التي شكلت المشهد في دارفور، سنجد فيه أيضا النفس الذي هو الفلسفة التي قامت عليها عملية حل النزاع في دارفور. كل هذه القضايا المشتبكة موجودة في هذا الكتاب الصغير الذي بين أيدينا. أنا أقول أن هذا الكتاب بعد ترجمته للغة الإنجليزية سيصبح أحد أهم المراجع اللي موجودة في حل النزاعات للدارسين من خارج المنطقة وللدارسين من داخل المنطقة في محاولة فهم كيفية حل النزاعات بتصورات محلية وبمعالجات تقترب من احتياجات الناس وهموم الناس اللي موجودين في مناطق النزاعات. الشكر للكاتب ياسر الغرباوي، وأعتقد أن افتتاح لعصر جديد من الكتاب الواعدين الذين يمتلكون الثقافة الكافية ويمتلكون الإحساس بالمنطقة والإحساس الإسلامي والعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.